إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمنهج المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمنهج المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المكارز الصواب أحمد من على الولى اصطفاه بخلق بيعتلى سواه أمنه بالنصر والنظام ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فتوى من اعتدى وجاك غيث فتوى من اعتدى أسدى صلاته عليه وعلى جملة آله وصحبه الولى بلا يؤمن وجهي يسلم له وبالإحسان زيد أخدم بالمصطفى له القواه الجنة الخلد به غدا له بان لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير الناس بان لجملة الملائكة الكرام كون رسول الله للخلق إمام بان بقوله بل هداه يوم على الزهاء لا سواه باهي الأجاد والآباء بيعتدى العطاء والعجماء بيب الأرجون والسماء وخلق الرجال والنساء جاد له القديم بالتقديم قبل ظهور الخلق والتكريم جزاء من أتاه الجنان ومن عزاه خلق النيران جزقنا لله بالتوحيد وبالعبادة مع التمهيد جاهد نفسه وجاهد الهدى حتى أقام دين وعد الهدى جاءت سفر من إعلاء كلمة الإله سرآلاء جمع سمله بكونه بشير بإذن ربه وكونه نذير جعلني الله قديم حضرتي وجعلني جل به في حرمتي لا إلى الله على خسيرا بسرعة نقية منيرة دعاه قد كان في آدابي حسنة للجبر والحساب نال الورى بالحق في الأقوال لوجه ربه وفي الأفعال دام له بشاشة والقلب حما وعن قصد سواه له داوى قلوب الابتلاء بالبدل وباب عنه الاصفياء بالوطن دام كتابه سقاء الابتلاء ترى كما دام سقاء الاصفياء دعوت ربي ودعائي يجيب كوني عبد الله خادم الحبيب هدى الذين آمنوا وعملوا بما به جاء الكريم الأنصروا هدى الذي آمن ثم اتبع من متبع فصله وسرع هو الرئيس في السماء والأرض ينقض فيها مشتها ويمضي هداه اسم مانع من ولجا بإذن الله فاز والنجاة
هبات وافلة لا تنتهي لأن ملك ربه لا ينتهي. هبات بنا هبات الأنبياء والمرسلين وهبات الأولياء. هب لي يا رب بجاهي العظيم كوني له هنا وفي غد قديم. وجهت وجه اليوم للإله وقائدي له ابن عبد الله. وثقت بالله وبالرسول وكوني العبد انتهى وصولي. وجهت وجهي للإله بالبدع خير الورى وأتجي به الصلاة. وجوه كوج المرتبى سيف الورى أزهر من شمس الضحى صفا ترى. وآمن العلوم والمعارف ما كل كل عالم المعارف. وجب شهور العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين. وجهت وجهي وأشكر لك بالمصطفى جدي بكون عبدك زمام كل الأنبياء والأولياء بيد أحمد الرئيس الأصيان. زينته بها تزين الورى ورزهم بالعز تقررا. زينة ظاهري وباطني معها كوني قادما له متبعا. زهدت في اجل الورى مختلفا قلبا وقالة لمدح المصطفى. زاد الذي قد سنوا ما شانا ما سنوا ابليس منذ بانا. زاد الذي قد سانوا ذو الفتى وقادنا الى السعاده الفتى. زين به دجايا وخبرايا ودفني بجاهه الرسايا. حمدت ربي الذي وفقني وقدوة للمصطفى رزقني. حسنى بكون المصطفى غير الرسول طريقة ناسخة كل السبل. مسي بالإرسال والعبادة فقاد بالعصا وبالزيادة. حاز من الوهاب ما لم يرمي لزرعه بأدب وكرم. هباه ذو الجلال والإكرام بما يفوق أقل من إكرام. هب الذين تبعوه بالفلاح وباء من لم يتبعوا بالظلام. قل بيننا وبين إبليس الرجيم وكل عائق بجاه عظيم. طاب فؤادي وقيت عينا لما على المدير سرت عونا. طيب نفسي وأمر عيني كون رئيس الرؤساء عيني. طيب نفسي كون في الرأس البديع لي بجاه المصطفى ليستبيع. قال مقامه مقامات الرجال وقابها الخير الخدير ذي الجلال. فاره القدوس من عيوني بسقط صدره ودرد هوني. فاره بظاهر وباطن من كل عيب بارز وكامل. طلبت ان ارجو من نفاقي وكوني حسن الأقلام. يا ابن الذي من أمري خط قيا في الشكر والخدمة إن سار بيا. يوقني سنبيها للزيارة وأرتدي بمدحه الكسار. يا ليتني مررت تحت قدمي هدي أولى عزمي بكرمي.
يغاب لي ذنبي حتى لم أرى ولم أرى المدينة المنورة. يطيب الفؤاد فوق البيت مع المدينة قبيل الفوز. يمين ربي مسار مرتبى أفضل من ملء البلاد ذهبا. يا رب زور البيت والمدينة زيارة وللرياء مصونا. كسب يميني أبدا إحياؤها قسم له صلى عليه اللهم. غباني المدح وسبي عنه نافلة وقد رضيت عنه. كتاب الذي عليه أنزلا هو دليلي على من أنزلا. كلامه لا أبتغي به بدل لأنه على كتابه أدل. كل زمان لا زال أطلب لقاه وأرتقي وأرغب. كبر عظم ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز. كون بكل كوني معصوما أبا من دلل الدارين بالله صلاة. للمصطفى الكريم في كل سنة علي أن لا أنكر مستحسنا. لو علي دين مدح وصلاة وبهما يرد مهد النجاة. لو علي مدح كل هذه من يومنا هذا إلى همامي. لهديه لأنه أولى بها من نفسها التي بها عذابها. له من الإكرام والإحسان ما تجي به صلى حساني. لعله يرزني ويذكر ويذكر الكفر ونحو ينظر. لجد ما يفوق ظني وظنون من أحسنه ليظنون بالأمين. محمد صلى عليه الله مسلما بكل من والاه. مجيئه تاجي إلى الجنان وجنتي عن جملة النيران. من التمى إلى جناب أحمد خير الورى نجا وفاز بالندى. مرض قلب لا يميل للنبي ساهده لرغد أو رهب. من يتوى تقليما من مولاه غلاق أن يكره سواه. من يتبير يد من سواه طيب مهجلا ولا يراه. من السلام أطلق السلام بالقائد المجيب والاستغفار. نبذت جملة اللغى واللهب إلى امتداه المصطفى المنتقب. نبهني القرآن في كون النجاة بأس ما أتى به خير الهدى. نهى إلى أن كان عبدا ورسول من بعد ما خيره الله الجليل. نزيع قلب المصطفى كل ما يقول بينه وبين في السماء. نطق لساني الهدى دون الهوى إن لم يضل قلبه وما هوى. نفد فينا الإله سعيه وقوله وحوله برهيه. نقف عاديا به بالتفات إلى سواك وبه سنير فات. ضربت للماه المداد والقلم وأتدي به رد الكافر قيم. صرفت للماء المداد والقلم وأتدي به رد الكافر قيم. صرفت
ربي بمجدي الذي قد تجلى زمانا ما لم يعد إلهي علي خير صلوات الله زباد مولود ولا الآباب عن مثله وولد النساء وبالإسلام والإحسان عبادة للهد والتعظيم ولم تكن لتلف النعيم عون لكل من به قد ازداد وكل من به استجال دائما أما جميع خلق الدين تلاميه وجيز الجلال والإكرام بالمصطفى وفضله لزاني فقنا بفوق المصطفى المكرم المرسلين من مدوا للأمم فاز جميع المرسلين الأسياء بجاهه والأنبياء والأولياء فزنا بأن نكون خير أمة به لأنه رسول الرحمن فاز الذي لذي التصدر يجيب به ولو كان حقيرا وضعيف فكالفعل كالف زاهد اللسان حين قدا عينهم ملتفتا فسر بسره قد قرنا فعرسنا السفر به تبينا فلتفنهم لي في ذاك يا جميل وفي رضا الله وكل يوم لا سناء لم يكن من النبي إذ لم يكن لخيره بمن خبير دن بربه الذي قد أغلقا ولم يتم فدى النبي منتقى دل للنجاة والفلاح من لم يزل بالمصطفى المفتاح لما تاكل الى العباده قلبا وقالبا فساد ساد دم الذي هدى الى السياده بالامر والنهي فقال حالا ثم الفدائل اختم الفدائل لفضله فضاعه كل خال دم جواره لصالحاته به وقلبي نقي من الافات خلق له مرتبه ليست ترى لغيره ممن مضى ومن يرى ختمه المولى على البرايا فقالوا بالحق للمزايا غربوا حبيبه تقريبا لم يوله قط له لبيبا غربه المولى الى جلده لسدره التي اليها المنتهى قوته لم تكن قوه البشر بذا اتى اعلم قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي
ملك جلاله وقلب قلبي بجاهه إليك دفع ربي رديت بالله تعالى ربا وبمحمد رسول الله رضا الإله في ابتداء المصطفى لأنه مضى وهو مضى صفا رأى رسول الله من خوارقه ما غاب عن سواه من خلائقه يا عجيبا لو جلاله جفني لسار دكا وهبى ان يبجني رأى عجيبا لو رآه بصر او ملك يخبر رقى وخلف الامين بعده لمن خدا رسوله وحده ربي بجاهه العظيم امنيا دنيا واخرى ما يديم بسريا سفيها من يقيس بعهدي من جمله السادات طول الابد سام سفه ابن عبد الله ببشر او ملك الملاهي سما الى ما لم يقل لبشر وملك له سبيل غدري سموه منه سمو الانبياء والمرسلين وسمو الاولياء سميع لنسائه المعظم القلب والوزن سريف الخلم سوق المدائح الى الكريم محمد سعدين النعيم زغني الى الايمان والاسلام به وللاسعاد في الامام رتيب ما لبر المنافق وعد ما له من العجائب طيب فيه الفصحاء البلغاء والكل منهم كله ما بلغا تبيعوا في ليلة الإسراء المرسلون مع الأنبياء تبا لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا مطلقا تاتي اليه الشفعاء ليصفى في مدن تسلوى تيس الاقصى تزيد مجده اله امامي تزيعني الاوان في القيام دبت اليك لا نفخ ذنبي به وفي الدار لكل ربي ثبت باتفاق اهل الحرم كون ابي القاسم خير الخلق ثبت باتفاق كل العقلاء كون محمد رئيس الفضلاء ثبت انه يقول امتي وغيره نصيب اجل امتي ثبوت في مارس الجلال عما لنفسه على تعالي ثبوت في مارس الجلال عما لنفسه على تعالي ثبت في ذلك المقام فلي في السلام ثبت عن رؤية الأمان رؤية ذي الجلال والإكرام ثبتني الله على محبتي بجاهه مع دوام خدمتي خير صغيرة لذي تعبدي مدى النبي المصطفى محمد خير صلاة ربي عليه وآله ومن به إليه خديجة ترى أهله يا
يا ليته لعزني بفضلي غبت يسائله سر جزاء واتجي منه غدا خير جزاء غبت كون الله ربي والنبي محمد وسيلتي ومقلبي خرجت من جملة مؤتس الخبيث إلى الكتاب مع فقه وحديث غير هداية وجميعه الصديق مني بجاه المصطفى محمد ذكر الإله وعزيز المصطفى بالمدح والصلاة حسبي وكفى ذكر النبي المصطفى بالمدح أو بالصلاة لاسمه ولذكره ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خير من ذلك لم أجده بالتحين بل منذ بمغض تخصيص العليم ذلك نعمة الإله الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت نعما زكي به عقلي وزد فهمي بي واجعل لساني فوق من بني بي زال فوق سمت كون في الخلق والخلق لا إله زوره يوم القفا والقلم يفوق نار الليل فوق العالمين ظل اللوائه مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفتون زمان من قريب عن حوض القريب عطس صبيان سلامه حميد سهي لله تجاوب الرسول أكون ذات رسول يحمى الوسول زارني أهل النجاة يا قدا يزيدها ربي بجاه أحمدا سلمت نفسي ربي بالذنوب لغفر بي وارفع بي عيوبي غيرت أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول غيرت أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول غيرت أنظامي عن التعذر بدفن لمن خير مرسلين غلب لي نفسي منذ أسلمي بلاغة نوري في دجلي غمزي من القرون والملاهي وملتفي غير عباد الله عباد الملوك للمملك وعلى الجلال المبلغ حب إلى الله بسنة النبي منتبذا عن اللقاء والأهل غيب عزيمة الماضي يا قليل دوام توبة المسرور بالحبيب شباب المدارك الدارين ببي وجنتي عن النارين شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي شفاء وافيا من الأخيار محمد صلى عليه بالي شفاء حالتي وقلبي منك محمد صلى عليه ذو الجلال شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهادة مع صلاة بصلاه
تقول كل شاكل سائه النزام وليها في المنتبى مستوطنا شكور كل شاكر سائه النزام وليها في المنتبى مستوطنا شكور كل شاكر سائه النزام وليها في المنتبى مستوطنا